تعز اندلعت مواجهات في عدة مناطق بين الجيش المسنود باللجان الشعبية وميليشيات حزب الإصلاح وهادي. المواجهات أدت إلى سقوط عدد من الجرحى من كلا الطرفين دون التأكد من أعدادهم جراء استمرار القصف والمواجهات المسلحة. وذكر مصدر محلي أن من بين الأحياء التي شهدت اشتباكات الجمهوري والشماسي بالإضافة إلى شارع الأربعين.